السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زعلانة منكم جدا عشان ما بتشيروش، واللي بيخش يشوف الفيديو ما بيشيرش وبيعلق. يا ريت تشيروا وتعلقوا على الفيديوهات بتاعتي عشان أشوف كده هعرف أكمل ولا لأ. أنا لسه إيه في بداية الموضوع والمشروع، ويا ريت لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان نقدم لكم كل جديد إن شاء الله كل يوم. النهارده ان شاء الله جايبه لكم طريقه الغريبه، هي سهله جدا 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 وما فيهاش اي صعوبات. عندنا 1 2 3 4، اول حاجه كوبايتين دقيق، ونفس الكوبايه هناخد كوبايه سمنه من نفس الكوبايتين الدقيق اقل، ونفس الكوبايه هناخد نص سكر بودره، وهناخد سنه ملح على ايدينا كده. هنروح نخلط الدقيق مع السكر ونرجع لكم كده. بعد ما ضربنا الزبدة بتاعتنا هننزل بالدقيق، هنبدأ نلم ايه في العجينة بتاعتنا، نلم في العجينة بتاعتنا لحد نلم فيها خالص كده، لحد ما تتلم معايا ايه العجل. كده هنلم العجينة على قد ما نقدر، الغريبة هنسيبها في التلاجة ساعة عشان نعرف نقطعها ونظبطها ونحطها، وهنرجع لكم بعد ساعة. ودي شكل العجينة بعد ما حطيناها ساعة، قلنا ايه نعمل شوية وبعدين ايه نوريها لكم. اما نسويها بقى في الفرن هنطلعها على ايه نزل. كان نفسنا نحط ايه حاجات تانية بس هو ده اللي متوفر عندنا دلوقتي. على درجة حرارة 150 حطها في الفرن، على درجة حرارة 150. كده تعرفي ان العجينة نجحت معاكي، وهنرجع لكم بعد ما نسويها. وها هي الغريبة بعد ما خلصناها وطلعت اهي، هي لازم أن تكون لونها فاتح كده، وهندوق الولاد قدامكم. هي مش مستحملة، بصوا ايه رأيكم يا ولاد؟ تسلم ايدك يا ماما، شوفوا. وما تنسوش بقى تعملوا شير بقى وتعلقوا بقى على الحاجات الحلوة ديت عشان ننزل لكم كل جديد ان شاء الله، وكل حاجة سهلة وحلوة. تنسوش تعملوا لايك وتعملوا لايك بقى وتعلقوا على الكلام الحلو ده، وتشوفوا نكمل ولا ما نكملش بقى في الموضوع دوت. السلام عليكم مع فيديو ايه جديد ان شاء الله.